طالب راح للسودان علشان يحصل على شهادة سودانية صرف اللي وراه واللي قدامه. هو طالب من ضمن الطلاب كلهم اللي هو 55 طالب مصري محجوز. انا مش هتكلم على ابن اخويا بس لان هم كلهم عيالنا. انا بقول لمسؤول اي مسؤول ايا كان منصبك، ده ابنك. رئيس الجمهورية ده ابنك. وزير الخارجية ده بتاع عيالك. هتعمل ايه لما يبقى عيالك محجوزين واحنا مش عارفين نعمل تواصل معاهم وهم اصلا محجوزين ومحبوسين بغير وجه حق؟ ازاي يعني تسريب امتحان ان تاخد العاطف الباطل وتاخد الناس كلها وتحبسهم وامن عام ولا مخابرات ولا 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 واحنا مش عارفين نتواصل مع عيالنا، مش عارفين عيالنا صحيين ولا ميتين؟ بمعنى اصح السفير ما هوش عارف، المسؤول ما هوش عارف، انا اللي هعرف، انا اللي هتحرك. ده احنا بقالهم من اسبوع، بقالهم من يوم الاثنين اللي فات محجوزين وعنود بكره بعده بكره بعده بكره بعده لغايه ما هم مش عارفين هناك. اولياء الامور اللي هناك مش عارفين، بيتصل عليهم يقول لك احنا مش عارفين عيالنا صحيين ولا ميتين، عيالنا دولت حيين ولا ميتين، مش عارفين توصلوا معاهم، مش عارفين يتصلوا بيهم، مش عارفين يوصلوا باي حاجه.